للحديث عن تزايد انتشار فيروس كورونا في العراق ودور إيراني فيه في ظل كشف منظمة الصحة العالمية في العراق عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات إيرانية مع العراق عقب قرار إغلاق الحدود بينهما، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. مرحبا بك شيخ يحيى. البصرة والنجف وغيرها من محافظات الجنوب تئن من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، والحكومة فيما يبدو لا تبالي. هل من تفسير لانتشار الفيروس بشكل لافت في محافظات الجنوب؟ أهلا بك أخي العزيز وأهلا بمشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، اللافت للنظر أنه اليوم قامت قوات الأمن بحجر حي كامل في منطقة أو في مدينة البصرة، وهو يعتبر الحي الأكبر في هذه المحافظة، مما يدل على تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا. والسبب منذ البداية قد شخصناه بأن الحكومة العراقية لم تستجب إلى دعوات إغلاق الحدود مع إيران التي بدأ الانتشار فيها، وخصوصا في مدن قم ومشهد. ولذلك الحكومة العراقية وقعت تحت ضغط الحكومة الإيرانية أو المسؤولين الإيرانيين الذين يعتبرون الحكومة العراقية ما هم إلا مجرد أدوات لهم لتنفيذ ما يطلبون، وهذا هو بالفعل ما يجري. فانتشرت هذه الجائحة أو هذا الوباء ليعم الكثير في مناطق جنوب العراق، وإن القطاع الصحي متهالك بشكل كبير في العراق لكون لم تقم هذه الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال من بناء أي مستشفى أو تطوير أي مستشفيات في المحافظات الجنوبية وفي بغداد، وإنما بقى العمل ضمن المؤسسات الصحية المقامة قبل 2003، والتي حتما ان هذه الاجهزه الطبيه التي فيها كانت قد انتهى دورها منذ زمن بعيد، واصبح ضمن الاجهزه التي لا يعمل فيها في الخارج، اضافه الى ان البناء هذه المستشفيات بدا يتهالك دون ان تنظر الحكومه الى الواقع الصحي الذي يحتاجه الشعب. أعتقد بأن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت اليوم بأن الذروة لم تعبر العراق، وهذا أعتقد هو كلام حقيقي لكون تزايد أعداد المصابين، إضافة إلى عدم وجود مناطق صحية آمنة للحجر الصحي في مناطق سواء في المحافظات الجنوبية أو في بغداد. لذلك فالأعداد تتزايد، وأعتقد أن الحكومة غير مبالية نهائيا لما يجري من لهذا الوباء. نعم. الأهالي أكثر من مرة تظاهروا وقاموا بقطع الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية مع إيران، برأيك لماذا ظلت الحكومة مستمرة بفتح هذه الحدود على الرغم من أن إيران معروف بأنها بؤرة للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، واليوم هناك مفاوضات تريد إيران يعني الضغط على الحكومة في العراق لفتح المنافذ الحدودية؟ أخي العزيز، هي لا يوجد كلمة ضغط. الحكومة العراقية هي تابع ذليل لإيران، وهي تنفذ ما تطلب منه إيران، ورغم أنه ما قام الشعب من محاولات قطع الطرق على هذه المعابر إلا أن هذا لا يجدي نفعا، لأن هناك كثير من الطرق التي يمكن أن يسلكها القادمون الإيرانيون، إضافة إلى هناك الفتاوي الكاذبة التي تصدر بالقيام بزيارة إلى القبور والأضرحة وأن هذه هي التي تقوم بالشفاء دون النظر إلى الأسباب العلمية الحقيقية من أجل مكافحة هذا الوباء. لذلك أخي العزيز، الحكومة العراقية لا تتعرض لضغط، وإنما هي تنفذ الأوامر الإيرانية،
ولا يهمها حال الشعب العراقي لا في الجنوب ولا في وسط العراق. وهذا ما نشاهده وأصبح واضحا من خلال تزايد الأعداد المعلنة، وهي الأرقام المخفية هي أكبر وأعلى مما تعلن وزارة الصحة. نعم الشيخ يحيى، يعني لجنة الصحة النيابية حذرت من انهيار النظام الصحي في العراق، لماذا وهم سلطة تشريعية لماذا لا يحاسبون الحكومة ووزارة الصحة عن هذا الانهيار؟ أما أن هناك يعني كما هو معهود في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن هناك اتفاقات ما بين الوزراء وما بين النواب. أخي الكريم، هؤلاء هم مجموعة من المافيات والعصابات لتقاسم المناصب والأموال، وهذا عندما يعلن عن انهيار النظام الصحي فهو يستجدي من العالم، لربما تقوم منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي بتقديم مبالغ إلى العراق ليتم سرقته من هؤلاء النواب، وليس من أجل أن يحذر الشعب. من يريد أن يحذر الشعب من هذا الوباء عليه باتخاذ إجراءات طبية وصحية حقيقية، وينساق إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية بغلق الأجواء وغلق المعابر وحجر المدن وحظر التجوال بالنسبة للمواطنين إلا للحاجات الضرورية من أجل حجر هذا الوباء، ومن أجل أن يكون هناك شيء واضح في حال حدوث أي إصابات في هذه المدن. أما بهذه الطريقة التي نسمع بها من خلال فتح المعابر والأجواء والاستهتار بصحة الناس وبهذا الشعب، فحتما سوف لن نصل إلى نتيجة، ولربما ستحل معضلة كبيرة بسبب هذا الوباء. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية كان معنا الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.